هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. وحشتوني قد الدنيا كلها من الفيديو اللي فات. انا عارفه ان انا اخر فتره متاخره عليكم جدا في الفيديوهات، بجد يا جماعه انا اسفه. ادوني كده حضن عشان اصالحكم، بليز بقى ما تزعلوش مني. اوكي يا رب دلوقتي تكونوا صالحتوني. المهم جايز، النهارده هعمل لكم فيديو من اكتر الفيديوهات اللي انتوا بتحبوا تشوفوها حرفيا يا جماعه. كل ما اعمل فيديو من النوع ده انتوا بتتحمسوا عليهم جدا، وبجد بشوف احلى تفاعل في العالم منكم. بجد يعني انتوا احلى ناس في الدنيا بجد يا جماعه، بحبكم قوي، فاهمين انتوا يعني بحبكم جدا. المهم النهارده هنعيش يوم كامل باللون الاسود، يعني هنلبس لبس لونه اسود، هناكل اكل لونه اسود، وهنعمل كل حاجه سودا في الدنيا. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم بجد قاعده ساعه بحاول اصور الانترو او المقدمه بتاعه الفيديو ده. انا انسان عندي حساسيه اوكي، وفي نفس الوقت عندي قطتين. عايزه اقول لكم ان انا حرفيا كنت قاعده جاهزه، كل اللي انا بعمله اني بنف برجع اظبط الميك اب وبنف تاني وبرجع اظبط الميك اب وبنف تاني وبرجع اظبط الميك اب. وطبعا مش بس كده، لا لا لا، بعطس في عيني تروح مدمعه، فالرموش تقع فركبها تاني. فضلت في الدوامه دي لمده ساعه لدرجه ان انا قلت هل انا المفروض اصور الفيديو ده اصلا ولا لا، بس قلت هصوره اني وايز، واي حاجه تحصل بقى تحصل على الكاميرا، مش مهم. انتوا زي اخواتي واهل يعني صحابي، فعادي يعني انتوا مش غرباء. ايه غرباء دي؟ قبل ما نبدا في الفيديو ده جايز، عايزاكم تنزلوا دلوقتي تدوسوا على السبسكرايب علشان نوصل 400,000 جايز. يعني خلاص بقى لنا بس حاجه و30,000 ونوصل ل 400,000، فبليز انزلوا دلوقتي دوسوا على السبسكرايب علشان عيلتنا تكبر، وانزلوا كمان دوسوا على اللايك علشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس. عايزين نوصل كده رقم كبير كده محترم، 50,000 لايك، 60,000 لايك، 70,000 لايك، يعني انتوا مزاجكم، شوفوا انتوا قد ايه بتحبوني وحطوا لايك. ودلوقتي جايز خلونا نبدا التحدي ده لاني بجد متحمسه له جدا، سو يلا بينا. اول حاجه هعملها طبعا هي اني هحط لبستيك لونه اسود. سو لقيت الثلاثه دول عندي، الثلاثه لونهم اسود يا جماعه، بس مش عارفه بصراحه اي واحد احط. هو عشان اكون صريحه معاكم يعني ده اسود واحد فيهم، خلونا نجرب ده. واو، او ماي جاد جايز، شايفين شكله عامل ازاي؟ اوه مش عارفه ازاي هخرج كده، بس الحمد لله ان انا هكون لابسه فيس ماسك، فوشي مش هيبان قوي في الشارع. تصدقوا لايق عليا والله، حابه شكله قوي، يعني شكله مش وحش والله، شكله حلو قوي. فاكتبوا لي انتوا كمان رايكم تحت في الكومنتس لو عجبكم شكله او لا. انا صراحه حبيته يعني عادي، توقعت ان هو هيكون اسوأ من كده بكتير. حاسه نفسي ايمو، عارفين الستايل ده. الميك اب كله بقى جاهز، فدلوقتي هنشوف هنحط برفيوم ايه. لقيت الاثنين دول عندي والاثنين لونهم اسود، انا بحب ده قوي بس مش في المود دلوقتي اني احطه الصراحه، فممكن احط ده من زارا. هو اسود محمر كده من تحت شويه، بس يعني اسود برضو، عارفين انتوا اسود. باي ذا واي البرفيوم ده حلو جدا، اسمه ريد فانيلا، ريحته كده مش عارفه ليه قررت اشرح لكم الريحه، بس ريحته حلوه قوي يعني. المهم هرش كده ايه خفيف بس كده. اوريدي اتخنقت. حاجه برضو بحب اعملها جدا، بحب اخد فرشه الشعر بتاعتي وارش عليها برفيوم واسرح شعري. الحركه دي يا جماعه بتخلي ريحه شعركم تجنن. واو جربوها. اوه لا لا، شايفين اللبستك شكله عامل ازاي في الاضاءه الخفيفه؟ واو، انا ما عنديش مانع الصراحه اخرج باللبستك ده كل يوم على قد ما هو عجبني. انتي كلبه، انتي عامله لي حساسيه، انتي كلبه عامله لي حساسيه، بعشقها بعشقها. اوكي هنا ايوه. اوكي جايز، سو هوريكم دلوقتي الاوتفيت. او ايه الغباء ده يعني الاوتفيت انه طب انت يعني مو موجود مين؟ ايوه اوكي يا جماعه، سو هو ده الاوتفيت اللي انا لابساه النهارده. لابسه الشنطه الجوتشي بتاعتي اللي انا بعشقها، طبعا لونها اسود، والجاكيت ده صراحه مش عارفه هو منين، والليجنز ده صراحه برده مش عارفه. اوه لا، ده من فورايفر 21. بعد كده لابسه الشوز بتاعي ده من شي ان. هو ده الاوتفيت بتاعي صراحه، يعني عشان اكون صريحه معاكم ده مش تحدي خالص بالنسبه. انا محاوله اتكلم يا جينجر. اوكي اي لاف يو تو. حلو الاوتفيت بتاعي؟ حلو قوي اه بجد. اه بلاك كده من 10. كم من 10؟ كم من 10؟ انا اديله 10 من 10. 9 من 10. 9 من 10. والواحد دي فين؟ بلاك قوي، فاهمه؟ بلاك قوي. ايوه اوكي. يعني صراحه ده مش تحدي بالنسبه لي، لان انا بلبس اسود كل يوم حرفيا. يعني كل يوم بلبس اسود، سو ده خالص مش تحدي بالنسبه لي، فا اي لاف ات. وبس يلا بينا لانه اتاخرنا. حطها شويه مع اني هفضل اعطس لحد بعد بكره، بس بعشقها بعشقها. نو 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 نو. قولي لهم يعملوا لايك وسبسكرايب، قولي لهم
قولي لهم I love you. دلوقتي يا جماعة أنا نزلة وعندنا كمامتين سو أكيد هلبس الكمامة السوداء لأنه تحدي النهاردة باللون الأسود سو يلا بينا يا جماعة. أنا دلوقتي نزلت والناس كلها بتبص عليا إنه مين دي شعشبونة اللي حاطة روج أسود ولابسة أسود في أسود الساعة 1 الظهر يوم الأربعاء. الهالوين خلص خلاص، الناس كلها اللي رايح الشغل، اللي بياخد ولاده من المدرسة، اللي رايح يجيب حاجات، وأنا تحدي يوم كامل باللون الأسود ياي. المهم خلونا نروح نجيب القهوة دلوقتي علشان يعني مخي مش فيا دلوقتي، فا يا Let's go. أهم من الفيديو نفسه هو السيت بلت، أوكي؟ لأنه مش عايزين نتخالف. Yeah. Hi. الناس كلها والله العظيم يا جماعة بيبصوا لي إنه مين المجنونة دي؟ ييه في لبستك على أسناني وأنا قاعدة بتكلم وبسولف معاكم عادي. حاسة إن أنا الكريزي درايفر ده اللي هو إيه بيسوق وما عندوش فرامل اللي هو أموت. اوكي يا جماعه سو انا دلوقتي قربت جدا على ستاربكس، يا دوب بس قدامي اشاره يوتيرن وهوصل هناك. يعني الناس اللي بتقعد تبص يعني بجد طبعا لان النهارده تحدي باللون الاسود مش هقدر اطلب الاوردر اللي انا دايما بطلبه من ستاربكس اللي هو ايس شيكن وايت موكا، هضطر اني اطلب حاجه لونها اسود وهتكون اسبريسو او حاجه كده قهوه غامقه سودا، حاجه انا ما بحبهاش يعني. من الاخر عايزه اشوف قوي رده فعل الموظفين لما يشوفوني كده حتى روج اسود. ووصلنا yeah. انا اسفه يا جماعه بليز ما تعملوش انسبسكرايب بليز. تخيلوا ده قبل ما اشرب الكوفي، انتوا متخيلين؟ جننتها. هاي ثانك يو ثانك يو. انا بعشق الناس وخصوصا الموظفين اللي بيكون دمهم خفيف وروحهم حلوه. يا الله قد ايه بعشق الناس دي فعلا. لما الموظف يكون كده مبسوط وروحه حلوه بيخلي يومكم احلى. خلونا نقف هنا كالعاده علشان نجرب المشروب الجديد اللي انا عمري ما جربته وما اظنش ان انا هجربه تاني في حياتي. مش عارفه انا ليه كده يعني ايه بستبق الاحداث. مش عارفه ايه ده اللي انا بقوله، ده تحدي لون اسود مش تحدي اللغه العربيه الفصحى. المهم هو ده الدرينك بتاعي، شكله حلو بس مش عارفه الطعم هيكون ايه. شكله عامل زي الكولا. والله بصوا كوكاكولا قوي في نفسه كده. اوه ريحته تجنن، ريحته روعه بجد يعني. او ماي جودنس. اوكي انا كبيته عليا. عامه قلت لكم تحدي الغباء، والله العظيم انا قلت لكم في اول الفيديو ده اسمه تحدي الغباء مش تحدي الاسود. خلونا دلوقتي ندوق الدرينك الخنفشاري ده. لحظه مش عارفه اشرح يا جماعه بجد تقيل قوي. بصوا يعني هو محتاج حد قلبه جامد شويه. طبعا مفيش اي نوع من انواع السكر خالص خالص ابدا بالمره في الدرينك ده خالص. يعني حلو بس وحش في نفس الوقت. لا 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 مش ليا، لا مر قوي قوي قوي، محتاج حد كده عصبي، حد كده متنرفز كده، حد كاره يومه كده اللي هو يجيب ده ويقعد يشربه. انه ليه ممكن حد يعمل كده في نفسه يعني يشرب حاجه كده مره ويعني كده ملهاش طعم انا دايما بشرب الكافي يا جماعه علشان احسن مزاجي، بس الجينك ده حسيته عكر لي مزاجي. سيبكوا بقى من القرف ده يا جماعه. طبعا انتوا اتعودتوا عليا ان انا من النوع اللي لما بعمل التحديات بعملها مظبوط يا اما مش بعملها خالص، فاكيد جايز مش هكمل معاكم الفيديو بالمنظر ده. فكلمت صالون قريب من هنا وحجزت معاهم موعد ضوافر علشان اروح اظبط المنظر ده واعمل نيل بولش لونه اسود. انا بعشق المانيكير اللي لونه اسود سو كده كده اصلا كنت عايزه اعملهم اسود من زمان، بس هنضطر نستنى هنا مع بعض شويه يعني يمكن 20 دقيقه او 15 دقيقه حاجه زي كده لانه مفيش مواعيد دلوقتي. سو هستنى هنا مع الدرينك الخنفشاري ده. هحاول احبه، لا مش هحاول احبه. اوكي جايز سو وصلنا على الصالون والروج بتاعي زي ما انتم شايفين راح شويه، بس صراحه مش هرجع اعيد عليه لانه كده كده هلبس الماسك. سو المهم نلبس الماسك علشان ما ناخدش المخالفه اللي هي 3000 درهم. Finally guys رجعت لكم تاني بعد ما خلصت my nails.
شوفوا الجمال جايز، شوفوا 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 اللون الاسود بجد يجنن بجد يا جماعه. ده احلى تشالنج عملته في حياتي، انا مبسوطه جدا جدا دلوقتي لانه اللون الاسود ده اكتر لون بحبه بعد اللون البينك. الساعه دلوقتي بقت 3:30 فانا بدات اجوع جدا، فهنروح مع بعض دلوقتي على السوبر ماركت ونحاول ندور على اكل لونه اسود علشان اكل لاني بجد جعانه قوي. سو يا مش عارفه ليه بعمل كده بس اوكي. ايه رايكم في زاويه الكاميرا دي يا جماعه؟ بصوا يعني مش عارفه اقول لكم ايه الصراحه. اوكي هي ممكن تقع في اي وقت بس المهم ان انا بقيت دلوقتي في السوبر ماركت فهندور مع بعض على اكل لونه اسود. سو يلا بينا. اوكي سو لقيت اول حاجه لونها اسود في الفيديو ده اللي هو العصير ده تقريبا بالعنب، فهجيب واحد. اول مره في حياتي على فكره اشوف العصير ده اللي لونه اسود، سو شكله حلو قوي. اوكي سو لقيت برضو الكيك ده تقريبا هو كيك بالشوكلت، فهاخده لانه زي ما انتم شايفين لونه اسود. صراحه مش عارفه لو انتم شايفين ولا لا بس لونه اسود جايز فهاخده. في حاجات كتير قوي لونها اسود هنا، اول واحد هو ده، في برضو ده بس مش عارفه اجيب ايه. تقريبا هجيب برينجلز لانه انا عارفه برينجلز فهجيب ده. او ماي جاد جايز تخيلوا لقيت ايه، ميه لونها اسود يا جماعه، تخيلوا ميه لونها اسود واو. طبعا هاخد واحده جايز طبعا. لقيت برضو الشيبس ده يا جماعه لونه اسود سو هاخد واحد. اوكي يا جماعه سو انا دلوقتي عند قسم الشوكليت والحلويات وكل الحاجات دي اللي هي اكتر سكشن بحبها، ولقيت عندهم اكتر شوكليت انا بحبها اللي هي ليندت ولونها اسود سو هاخد واحده. او ماي جاد الليبستيك شكله غريب قوي. مش عارفه اخد ايه كمان الصراحه، التحدي ده صعب جدا لانه ما فيش اي حاجه لونها اسود بجد، يعني شوفوا في كل الالوان الا اللون الاسود. اوه ده لونه اسود بس مش عارفه ده ايه الصراحه، ايه ده مش عارفه بس مش هاخده. لحد دلوقتي هي دي الحاجات اللي عندنا، بحس ان انا يعني ايه لقيت حاجات كفايه بس خلونا ندور ونشوف لو هنلاقي حاجات اكتر ولا لا. اوكي سو عند قسم الزبادي والحاجات دي لقيت الحاجات دي اللي لونها اسود سو هاخد ده اجربه. مش عارفه لو ده يعتبر اسود ولا لا، هو اسود في بني بس يعتبر اسود سو هاخد واحد. مش عارفه لو انتوا اصلا سامعيني ولا لا الصراحه بس ان شاء الله تكونوا سامعيني. هاي هاو ار يو. اوكي يا جماعه سو خدت كمان بلاك بيري اللي هي الفواكه اللي لونها اسود سو هاخد واحده. اظن كده كفايه قوي لاني خدت حاجات كتير قوي لونها اسود سو دلوقتي هنطلع على الكاشير. روج مالكو ماشي في الشارع كده؟ ايوه عادي والله. اه ايه المشكله يعني ماله وحش؟ طب حط اخضر هنا احلى. روج اسود عادي مالكو. هلو. طبعا زي ما شفتوا او زي ما سمعتوا اول ما دخلت البيت الحمد لله الحمد لله تهزقت من اهلي. يام عادي بجد اهلي بيشجعوني على اي حاجه بعملها في حياتي حتى لو احط روج اسود وامشي بيه في الشارع. طبعا زي ما انتم شايفين اوريدي غيرت هدومي، لبست البيجاما، لبست حاجه مريحه ولاني بجد هموت من الجوع فغسلت لنفسي شويه بلاك بيريز. مش عارفه هو اسمه ايه بالعربي، توت يمكن، توت اسود مش عارفه بس صراحه جايز طعمه يجنن. عارفين ايه اكتر حاجه مزعلاني بجد؟ ماما عامله محشي يا جماعه، محشي ورق عنب، يعني لونه اخضر، يعني مش هعرف اكل منه النهارده، او بمعنى اصح مش هعرف اكل منه في الفيديو ده، لانه الصراحه اول ما اقفل الكاميرا اول حاجه هعملها اني هجري على المطبخ هاخد طبق ورق عنب وهاكله، بس دلوقتي خليني فتوت. حاسه ان الميك اب بتاعي لازم يسود شويه كمان، حاسه ان التحدي ده ناقصه حاجه، فعندي هنا باليت اي شادو مش بتفتح، وجبت فرشتين. طبعا الفرشتين دول هيحتاجوا ان هم يتغسلوا بعد التحدي ده لاني هحط عليهم لون اسود. تخيلوا بس انسى ان عليهم لون اسود واروح بكره مثلا وانا بعمل الميك اب بتاعي استخدمهم. او ماي جودنس يا رب ده ما يحصلش معايا. حصلت معايا كتير قبل كده على فكره، مش هتبقى اول مره. المهم هاخد اللون الاسود من الباليت وهبدا احطه فوق عيني حرفيا. او ماي جاد
الحمد لله ان انا اعتزلت من اني ابقى ميك اب ارتست، علشان بالمنظر ده يعني كنت هتفضح ومحدش هيجي لي تاني، مع انه شكلي كاني واخده بوكس في عيني شويه، لكن يعني حلو عادي. اوكي سو هو ده شكل الميك اب النهائي. ايه رايكم يا جماعه؟ دلوقتي هنجرب مع بعض الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت. بس قبل كده عايزه اقول لكم اني طلبت برضو اكل من بره. طلبت حاجه كده من برجر كينج اسمها لافا روكس، تقريبا لونها اسود، بتكون حاجه كده مش عارفه هي ايه بالظبط، بس حاجه لونها اسود وجواها بيكون في جبنه. تخيلوا ان هي ب6 درهم بس، وانا طلبتها هي بس لوحدها كده من طلبات، فبجد مش عارفه ايه منظري قدام الدليفري وقدام المطعم ان انا بس طالبه حاجه ب6 درهم. اول حاجه عندنا هي الميه دي. صراحه دي اكتر حاجه متحمسه اجربها، لانه من زمان جدا بشوفها بس ولا مره جربتها. سو شوفوا ازاي شكلها حلو. قلبي بيقول لي ان طعمها هيبقى مش ميه، بس دماغي بتقول لي ان هي ميه، فاكيد طعمها هيبقى ميه. جايز طعمها غريب، طعمها كانها ميه بس مخلوطه مع ديتول او مع بتادين او مع حاجه كده غريبه، بتحس ان انتوا بتشربوا ميه مش نظيفه يعني الصراحه. مش عارفه لو الميه دي المفروض تكون يعني صحيه اكتر من الميه العاديه ولا لا، بس الازازه دي كانت تقريبا ب16 درهم، ف I don't know ده ليه. بعد كده في عندنا الشيبس ده، انا ولا مره مجربه. اوكي يا جماعه هو سبايسي قوي قوي، بس طعمه رهيب، طعمه النار. اوكي الحاجه اللي بعد كده عندنا هي العصير ده. هشرب عصير لانه مش قادره الشيبس اللي قبل كده، وجعلي زوري بجد، حرق لي زوري. ده عصير عنب احمر، مش عارفه ليه لونه اسود، شوفوا بجد يعني اسود اسود. اوه استغفر الله العظيم، بس ريحته وحشه قوي، ريحته مربى على عسل كده مركز قوي. صراحه ما اظنش ان ده هيعجبني، بس خلونا نجرب. اوكي لا نو 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 نو، ابدا 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 ما حبيتهوش. هديله 1 من 10، ابدا ما حبيتهوش او 0. بعد كده في عندنا البرينجلز اللي هو هوت اند سبايسي، برضه لونه اسود، ولا مره مجربه ده. يام. وبعد كده في عندنا الحاجه دي اللي هي تقريبا زبادي او كيك او موس، انا مش عارفه هو ايه بصراحه، هندوقه مع بعض وهنعرف. دنات حرفيا دنات، مش احلى حاجه في الدنيا بس عادي حلو. 5 من 10. في عندنا بعد كده تشوكليت كيك كده، اظن هدوقها بايدي. حلوه طريه، بصوا الحته دي ازاي مليانه تشوكليت. شفتوا الكيك اللي بتكون جوه كيس كده صغير بتجيبوها من البقاله، طعمها نفس الحاجه بالظبط. اوه ماي جودنس، الليبستيك يا جماعه راح فيها حرفيا. اوكي كده احسن بكتير. اخر حاجه عندنا في الكيس هي الشوكليت دي، فممكن ابقى اخليها كده سناك بالليل. المهم دلوقتي قاعده مستنيه الحاجه اللي طلبتها من برجر كينج علشان لما تيجي اوريها لكم، لانه متحمسه عليها قوي، لانها حرفيا يا جماعه شكلها عامل زي الفحم. اي ثينك انه جه، لحظه. سبحان الله يا جماعه حظكم طلع حلو قوي، علشان الاوردر لسه واصل حالا. شوفوا جايز، او ماي جاد، شايفين جايز، شايفين ازاي شكلها عامل زي الفحمه، لونها زي لون الليبستيك بتاعي بالظبط، شوفوا. شوفوا كل ده يا جماعه جبنه سايحه وطعمها رهيب. وبس جايز كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده، اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، وكمان سيبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا حاسين ان انا نجحت في التحدي ده ولا فشلت فيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا عليه لايك شير كومنت سبسكرايب، كل الحاجات الحلوه اللي بتعملوها دي، وانزلوا دلوقتي دوسوا على السبسكرايب واعملوا اشتراك في قناتي علشان نوصل 400,000 في اقرب وقت ممكن. بس جايز احبكم قد الدنيا كلها. ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.